يواصل بحارة البحرين سرد معاناتهم مع ما تعرضوا له من انتهاكات من قبل السلطات القطرية، حيث طالبوا بإيقاف هذه الممارسات العدائية ضدهم بألا يتم التضييق عليهم وملاحقتهم واعتقالهم ومصادرة مراكبهم. جت لنا دورية طراد أسود عليه سلاح قدام مقنعين اثنين، وجلينا من جهة البحرين، وأول ما جاء طبعا شهر السلاح علينا. قلت له زين شلعان ما أخذ البطايق وش اسمه اللي هو الأوراق والمفتاح مال الطراد؟ قال به بس لا تتكلم، فما سمحوا لنا في الكلام، خذوا الهويات مالنا وكل شيء وتواصلوا ويا القيادة مالتهم هناك، وظلينا في البحر تقريبا 20 دقيقة وهم يتواصلون ويا قطر واحنا جالسين في الطراد. عقب قالوا اثنين يصعدون من اللي وياك ويانا في الطراد، كلش ما اعطونا فرصة نتكلم حتى ندافع عن نفسنا. ليش الاسباب؟ شنو الاسباب؟ هل احنا مخالفين مسوين شيء غلط؟ بتاتا مو مسموح لنا الكلام. قال له تحركتون رميتكم، قالها لنا بكل صراحة العسكري. قلت له على وش ترمينا؟ احنا اللي عندنا سمك بحار السمك وشاف السمك في الطرة. قلت له احنا بعد يمكن لو ما التفتنا لك وبدلنا مبحر بالغلط ترمينا، يعني احنا لو فكرنا ان انت بحار وما حطينا لك اهتمام لان طراد رايح وطراد جاي، فهل اثناء احنا تحركنا بتفكر ان احنا شاردين ترمينا يعني؟ قال ايه ارميك. تعاملهم سيء، يعني يدشون للحدود ويجودون الواحد من داخل حدود البحرين، وهو تهديد بالسلاح، اذا ما يوقف يهددونه بالسلاح، فما لهم بدل اللي يوقف، واذا وقف بس اجراءاتهم اللي يبونهم يكتبونها ويسوونها على كيفهم. نشكر جلالة الملك ما قصر، وكان في جلسة بعد معالي وزير الداخلية بعد ويا البحاحير، واحنا نشكره ونتمناها بعد تتكرر هاي الجلسة بعد، وان شاء الله اوعدهم بالتعويض، ان شاء الله يوعد يعوضونهم، وما بيقصر جلالة الملك مع البحارة.